انه من الان سيستأنف العمل في تلك اللجنة الرئيسية من خلال هذه الكوكبة من معاذ الازهر الشريف ومن اساتذة جامعة الازهر في مختلف التخصصات الشرعية حتى يتبين الناس امر دينهم وحتى يسألوا عما يعلم من مشكلات في حياتهم بعيدا عن الغلو والتشدد تم استئناف العمل في اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر في ثوبها الجديد من خلال تزويدها بستين أستاذ من أساتذة الفقه والفقه المقارن وأصول الفقه من أساتذة جامعة الأزهر، حيث يستمر العمل في هذه اللجنة من 9 صباحا إلى 9 مساء في الأيام العادية، ومن 9 صباحا إلى انتهاء صلاة التراويح في الجامع الأزهر حتى 11 مساء في الجامع الأزهر. هذه اللجنة تم هيكلتها في يعني شكلها الجديد لأجل مواجهة فوضى الفتاوى التي نواجهها والتي أدت إلى مزيد من القتل، مزيد من سفك الدماء، مزيد من استحلال الأموال واستحلال الأعراض والتكفير والتفجير والتفسيق والتبديع إلى غير ذلك. كان لابد للأزهر الشريف أن يتصدى لهذا الانفلات في مسألة الفتوى وأن يبين للناس حقيقة هذا الدين من خلال يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وأن الشريعة الإسلامية بنيت على مصالح الناس، وأنه لا بد للمفتي أن يراعي فقه الواقع وأن يرتب الأولويات وأن يكون لديه إلمام بالموازنات وإلى مآلات الأمور التي ينبغي ألا تغيب عن ذهن من يتصدى للفتوى. إننا بحاجة إلى أن نفهم ديننا فهما صحيحا، ولا يتأتى هذا الفهم إلا من خلال المؤسسات الرسمية التي يمثلها الأزهر الشريف، تلك المؤسسة العلمية الوسطية التي تعمل على بيان حقيقة معالم هذا الدين. إننا في هذه اللجنة نؤكد على أهمية سؤال المتخصصين من علماء الأزهر والمؤهلين.